رفعت الأمطار التي تساقطت على مختلف مناطق المملكة في المنخفض الجوي الأخير من منسوب المياه في السدود، وهو ما وصفه مراقبون بالمؤشر الإيجابي على المخزون المحلي من المياه. والآن ينضم إلينا الدكتور معتصم سعيدان وزير المياه والري. أهلا بك دكتور، يعني موسم خير إن شاء الله بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة، كيف انعكس ذلك على ملأ السدود؟ مساء الخير ستي، ومساء الخير لأخوانا المشاهدين. مساء النور. الله يسلمك ستي. احنا من بداية الموسم المطري تقريبا دخل عندنا 9 مليون متر مكعب من المياه الأمطار إلى السدود، تركزت بشكل كبير في سد الملك طلال بواقع 3 مليون. طبعا سد الملك طلال يعني يستخدم لمياه الري للمزروعات، وبالحصة الثانية كانت لسد الوالة 2 مليون متر مكعب، وبالتالي سد الوالة يعني هو معني كمان نفس الشيء الري والمياه الشرب وتغذية المياه الجوفية، وبالمرتبة الثالثة سد الموجب اللي هو معني كمان في الري ومياه الشرب. طبعا هذا من بداية الموسم، لكن الحمد لله يعني خلال 48 ساعة الماضية تقريبا دخل للسدود عندنا حوالي 1,154,000 متر مكعب حتى هذه اللحظة. طب دكتور، يعني مقارنة بالسنة الماضية أو بالعام الماضي، يعني هل هناك تقارب في هذه الأرقام؟ والله ستي احنا صعب بصراحة نحكم على الكميات شهر بشهر، وإنما كمعدل عام. احنا عادة سنويا بيدخل عندنا كمية أمطار للسدود كمعدل عام ما بين 130 ل 140 مليون متر مكعب. اللي دخل عندنا هلا هي 9 مليون، بتشكل تقريبا من المعدل العام 6.5%. لكن احنا متفائلين حسب نشرات الطقس والتوقعات للمراكز للرصد الجوي انه راح يكون ان شاء الله عندنا شهر 1 و2 مستوى الامطار اعلى من المعدل، وهذا عاده هو يقاس فعليا او يتم تقييم الموسم بما يعني نستقبله احنا من امطار بشهر 1 و2 و3. طيب لحد الان صراحه صعب نحكم، لكن الامور مبشره ان شاء الله. طيب دكتور، هل تلك الكميات فعلا تعتبر كافيه في ظل كما تعلم شح المياه المعروف بها في الأردن؟ والله ست احنا يعني كأردن يعني احنا كثاني أفقر دولة بالعالم مصادر المياه، احنا يعني في عنا بدائل أخرى، يعني تقريبا 440 مليون متر مكعب بيتم استخدامه عنا بالأردن سنويا، بنرتكز لمياه الأمطار وهي بتشكل ما بين 20-30% كمصدر للمياه بكل تطبيقاتها سواء كان للري ولا للمصانع أو للشرب. في عنا ما تبقى هي مياه الدي سي بالجنوب ومياه الأحواض الجوفية بشكل عام. في عنا الآن احنا فعليا عم نجهز حالنا من الآن لصيف عام 2021، وإن شاء الله يكون يعني جائحة كورونا تكون قد يعني تلاشت أو تأثيرها خف، وبالتالي هذا راح يريحنا لوضع خطة بديلة واستغلال بدائل أخرى ضمن مشاريع إحنا بلشنا من الآن دراستها وتطبيقها عرض الواقع إن شاء الله. طيب دكتور، بخصوص إجراءات الصيانة في سد الوالي، سد الملك طلال، في سد الموجب، ما هي إجراءات الصيانة الاحتياطية التي يتم اتخاذها استعدادا لفصل الشتاء؟ يعني هذا الشيء إحنا كان على يعني قائمة أولوياتنا صراحة. من 3 أسابيع زرنا عدة سدود شهدت فيضانات بالعام السابق وما قبله، وبالتالي أوعزنا لكافة الإدارات السدود بعمل خطط يعني صيانة وعملية تقييم للأرض الواقع ما يلزمهم من معدات ومن خلينا نحكي قطع غيار للجسم الميكانيكي أو المعدات الميكانيكية بالسدود. والآن احنا عم يعني وضعنا خطط طوارئ كيفية يتم التعامل مع السدود في حال فيضان، وبالترتيب مع مركز الأزمات والجهات المعنية لضمان إدارة هذه الأزمة بطريقة آمنة إن شاء الله. دكتور، يعني أنت قلت قبل قليل كما تفضلت أنه شهر 1 وشهر 2 هو موسم مطري كبير ويتم فيه مخزون عالي في السدود من المياه، وأيضا تحدثت أن جائحة فيروس كورونا أثرت على استهلاك المياه اليوم في الأردن، هذه أبرز التحديات. يعني لا سمح الله إذا افترضنا أنه كان هناك شح في المياه هذا العام في الشهر الثاني والشهر الأول من العام المقبل، ما هي الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتجنب حالة الجفاف في الأردن؟ والله ستي احنا عندنا زي ما حكيت لك في عندنا خطط بلشنا من الآن درستها وتطبيقها على أرض الواقع، بالذات في مناطق شمال الأردن في المفرق هناك حوض للمياه الجوفية وافر،
واحنا الان في صدد انه احنا نبلش حفر ابار جوفيه لامداد المناطق الشمال في مياه الشرب. بالاضافه الان احنا في صدد فتح باب التفاوض والمناقشه مع شركه اداره الدي سي لزياده الكميات في حال يعني لجانا لهذا الشيء خلال صيف عام 2021. طبعا احنا في برنامج عندنا ضخم في مجال التوعيه للمواطنين بحيث انه يتم يعني توفير واستخدام المياه بشكل يعني موفر، بالاضافه كمان لتشجيع المناطق اللي هي الشماليه الغربيه من الاردن لفكره الحصاد المائي وضمان يعني وجود هاي المياه لاخواننا في المناطق الشماليه الغربيه. الدكتور معتصم سعيدان وزير المياه والري، شكرا لك.